إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بصوته العذب الرقاق تجد البلابل على الأقصار إذا مررت بصوته قف شوقا وقل اشجني يا كروان الله منك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.